عليكم السلام. واحد الدريه بنتي كانت في الخدمه، غادي الخدمه ضربوا واحد تريبورتو في حي سيناي، قسم لها الدراع ديالها على ثلاثه خطرات والراس 19 غرزه في الراس، 19 غرزه في الراس. وبغيت دابا ملي بغيت نجيب شهاده طبيه من السبيطار ما بغوش يعطوها ليا، قال لي غتخلص هذا المبلغ، تخلص 500 الف فرنك. نعم شو ضرب لها في يديها؟ الحديد، دابا مديور لها الحديد على برا وعلى الداخل. دابا عايشه مستديمه، معاقه مستديمه، ومشيت عند مقدم باش يعطيني شهاده السكنه، والشيخ باش يعطيني شهاده السكنه، هو انا ود المنطقه باش يعطوني الاوراق. دابا كيطلب كنطلب على الاوراق ديالي باش يعطيهم لي. مشيت عندهم قال لي لا ما تسال والو، عندي خليفة قال لي ما نعرفكش كاع ديال القايد كاع، وريتو لا كارت قال لي ما نعرفكش كاع، حرشوا واحد السيد دابا هو اللي محرشوا كاع. هادشي علاش وانا كنطالبه في الحق ديالي والقانون ديالي. هادشي علاش وبغيت تريبورتو ما تشدش؟ لا ما تشدش مو تريبورتو، راه شهرين دابا ديكلاريتي بيه وكلشي، ديكلاريت وكلشي، تقول حتى حاجه ما داروا معايا شي حل والو. تمشي عند البوليس يقمعوك، يقول لك برا، واحد البوليسي قال لي برا سير بحالك. عاودني على الحاله الصحيه ديال البنت ديالك. بنتي خطار دابا، والدواء دابا نشري الدواء دابا، الدواء 3000 3400 مشات لها اليد ديالها. مشات لها مشات لها اليد ديالها، الدراع ديالها مشى. راه شتي تصاور استاذ شتي شحال عندها من عام؟ عندها 21 عام، عندها وليد وتا ولدهم باش يحطوا بحال مدنيه بواه دابا عامين. علاش ما بغاش يحطوا؟ ما بغاش يحطوا، ما بغاش يستطاع به كاع، ما بغاش يحطوا كاع. اقلب المحسنين الله يجازيهم بخير، بغيتهم يعاونوني في هذا المبلغ، الله يجازيهم بخير، الله يطول لنا عمرهم. وانا ما بحاليش ما عنديش، الله يجازيهم بخير، الله يطول لنا عمرهم وكاري. حنا 8 نفوس. العمليه شحال كتكلف؟ العمليه 3 الملايين و 40 الف ريال. 3 الملايين؟ 3 الملايين و 40 الف ريال دابا. 5000 درهم؟ لا 3 الملايين و 40 الف ريال اللي لحقت، ودابا باقي 500 درهم باقا تسالي. 500 درهم اللي كتسالي؟ هذه دوك 500 درهم، 500 الف فرانك. 100000 ريال اللي بقات ثاني. إذا كانوا كيشوفوك الناس المحسنين القلب الرحيمة شنو تقول لهم؟ الله يجازيهم بخير، الله يطول لنا عمرهم، الله يرحم لهم الوالدين، الله يخلصهم يديروا معايا هذا الشيء، الله يرحم لهم الوالدين. شحال رقم التليفون ديالك؟ 06 14 65 14 65 69 69 66. واخا سمح لي 06 14 65 69 معاك، كنتمنى من المحسنين القلب الرحيمة أنهم يشوفوك فيه بعين الرحمة ويتعاونوا معاه. وأنا راه معوق. كنتمنى انهم محسنين القلوب الرحيم يتعاونوا معاهم. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، وصلنا الى نهايه البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر.